30 دقيقة. مرحبا مرحبا بالناس كل وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. إن شاء الله تكونوا لاباس, إن شاء الله تكونوا بخير. أبارتيغ من الاثنين الجاي 26 جويليا باش يكون فما برنامج جديد على إذاعة EFM اللي هو برنامج العب يلا, اللي قبل حتى ما يسمعوه ولا يتفرجوا عليه ديجا برشا انتقادات وبرشا كلام عليه. ذاك علاش حبيت اليوم نحكي مع مقدم البرنامج ومنتج برنامج صغول اللي هو كيف كيف زاد على قناة بيا في, وقاعدين يحكيوا عليه برشا البرنامج هذايا. معنا وليد زريات توت سويت في ألوستار. ألو ستار, وليد زريات أهلا وسهلا. مرحبا بك سندريلا, مرحبا بالناس. إيه عندي برشا على سندريلا يا وليد. إيه أنت سندريلا الراديو هذايا التسمية اللي طلع بها سيرافيس بوشنيت. تحية لي. نفتخروا بيك. يعيشك يفضلك يا وليد. سندريلا الراديو دوك, مرحبا بك, مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل من داخل أو خارج حدود الوطن. ميرسي على الاستضافة. يعيشك. هكا بعض الملابسات. اكزاكتومون باش نحكيو على زوز برامج اللي تحكيو عليهم برشا اليوم. نحكيو على برنامج العب يلا على راديو EFM اللي ابارتيغ من الاثنين الجاي باش يكون باش نسمعوا باش يبث نهار 26 جويليا. نبداو بالنقطه بالنقطه, العب يلا البرنامج اللي اثر جدل على خاطر فيه مجموعه من لي كرونيكور اللي يقولوا اليوم لي فيسبوكور وحتى من ميدان الصحافه واعلاميين يقول لك شكونهم هما, علاش موجودين. مثلا فاطمه برتقيس اللي كانت حاضره معنا نهار الاثنين ووضحت قالت انا مش اعلاميه وما فكيت حتى بلاصه, قالوا كوني فاطمة من دور واحد اليوم نلقاوها كرونيكوز, شنية الإضافة نتاعها دخيلة على ميدان الصحافة, أميمة بن حفصية كيف كيف, سوسن المصمودي كيف كيف. تفضل سي وليد زريات وضحا. والله والله شوف سندريلا, أنا تعودت في اللي كنت نخدم من 2008, أنا بديت في الدومين هذا رغم اللي دراستي والتكوين نتاعي كان في مجال آخر معناها جملة, بقى تعودت أني الحقيقة نخدم في صمت, معناها نخدم نعرف كان نخدم نعرف كان نحاول ماكسيموم قدر الإمكان أنه نوصلوا تصوير حلوة, نوصلوا حاجة مزيانة للعباد, ونحاولوا أنه ننجحوا نحاولوا أنه ننجحوا حتى إذا شنا تكون محطة من المحطة. بقى أنا كل ما قيل وكل ما يقال في الفترة هذه معناها بيزار, نقطة استفهام كبيرة يسر. علش نبدأ بالنقطة الأولانية. النقطة الأولانية هي أنه الناس هذوما مهم جايين لا بشي حلوا في السياسة لا في الاقتصاد لا في الاجتماع لا في حد شيء. احنا قلبي كنا في حومتنا في حومة العربي قبل كي نخرج ونعملوا تكويرة, ما نجيش نفرز أنا طبيب لازمك تلعب معايا ولا ايار تبدأ انترنور متاع فوتبول سينو ما تكورش معنا. لان كنا نكور حومة كاملة تلقى النجار والبني والتلميذ والبروف نلعبوا اسمها نلعبوا. دونك هي ايميسيون دجو, ايميسيون دجو اللي بازي على شنو؟ اللي بازي انك اليوم تربح التوانسة, ان اليوم التوانسة التوانسة ملت, لا هم باش يجيو يحلوا في السياسة, لا هم باش نحكيو في الاقتصاد, لا هم باش نحكيو في الاجتماع, ولا هم باش يكونوا متواجدين كوتيديانمون. اخترنا انه باش يكون فما طلة من اللي زانستغرامات خاطر اليوم نحب ولا نكره, مش ذنبي انا اليوم اللي الانستغرام والمواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تحكم اليوم في المشهد الاعلامي, مش ذنبي انا هذايا لكن يتلام عليه وليد يقول لك اليوم انستغرامات على خاطر تاخذ في بلاصه يمكن صحفيه ولا اعلاميه ولا وحده تكون عندها ما تقول في روحها ما عندهاش ديزابوني يتبعوا فيها, لكن تنجم تضيف للبرنامج تنجم تكون سامباتيك حتى. احنا راه ماهمش الكل ديزانستغرامات سي بافري سي سا, هذيك المشكله اللي اليوم موجودين تسعه غدوه ينجم يكونوا 18, بعد غدوه ينجم يكونوا 85, وينجم يكون معايا جوار, ينجم يكون معايا فنان, تنجم يكون معايا انت سندريلا نهار اخر. احنا فما الدونتيست, فما اوتيس دولير, فما انستغرامات من ميادين مختلفة, معناها من ميادين مختلفة, فما فنانين, فما أميمة بن حفصية ممثلة, فما برتاكيس ممثلة, ومش ذنبي انه نجحت في رول بدات بيه, واخي فما واحد يبدا مسيرته ديريكت نجم, فما سلم نتعداو بيه سلم هذايا الطفلة بار اكزومبل حطت ساقها في الدرجة الأولى نجحت فيها, إن شاء الله تكمل. احنا جاي باش تلعب معنا, احنا جينا اليوم EFM وانت تعرف وميمة وانت معناها تتسمى من الإعلاميات الأولانيين اللي بديت في EFM وتعرف شنو هو الخط التحريري نتاعنا, انه احنا نوصلوا الضحكة. انتم اليوم في الرفماق ولا انت في ستار تايم تحاول قدر المستطاع انك توصل تصويرة مزيانة وتوصل صوت
العباد وامم تون توصل لانفورماسيون ناس تضحك. دونك رسمك اليوم بار اكزامبل ولا انت عندك ستار تايم ولا عند خميسي ولا عند اي ايميسيون موجوده معنا في الخيل مع الخيل الكل، نحاولوا انه تكون فما الابتسامه. دار هي اسمها ابتسامه. دونك احنا اليوم بهالكونفينمون وبهالكوفر فو قلنا علاش بوخوا با نخرجوا من الجو هذاك بوسيبيليتي باش نربح زوز ملايين بارجور وميما زوز ملايين في النهار. فهمت؟ زوز ملايين في النهار باش تربحهم باش بالامبيونس. كي مش حط انت كرونيكور كان هما ما يعرفوش معناها ما فهموش لا كرياسيون شنو هي لا كرياسيون. لا كرياسيون انك تبدل باش ما نستانسش. انا كنحل اليوم لا باج راديو اف ام ما نبقاش نغزر كل يوم نفس الوجوه. فما وجوه تتبدل، فما استراتيجيه في اللعب تتبدل. اليوم ميمة بن حطي ماهيش تلعب كيف ما فاطمه برتكيس ولا ساوس المصمودي. اليوم مريم ساقا ماهيش تلعب كيما كذا. الور كل الزوديتور كل يوم يلقى روحه يلعب مع شخص معين عنده استراتيجي نتاع لعب معين. اللعبه باش تكون على الثقافه العامه وليد كل شيء. فاطمه معناها اليوم فاطمه ولا اميمه ولا باش نحكيو سينما باش نحكيو حتى على لي زيميسيون نجم انا نسال سؤال اميمه العياري شكون استدعات اليوم باغ اكزومبل. دونك دي كيستيون ساهلين نحبوا من الاخر ربحوا تحبوا تفرحوا لي زوديتور دي اف ام اليوم هو سيتان كادو معناها ليميسيون هذيا سيتان كادو للي زوديتور نتاع اي اف ام. اليوم نحبوا نربحوهم كل يوم. عندك اربعه من الناس باش يربحوا من 9 ل 10 نتاع الليل زوز ملايين ابارتاجي بيناتهم. واحد باش يكون رابح واحد باش يكون خاسر بيان سور. دونك اربعه كونتر اربعه. مي اليوم لوبجيكتيف هو هذا. لوبجيكتيف هو باش نلعبوا ماهيش اوبجيكتيف باش نحلوا في السياسه باش نعملوا جو معناها باش نعملوا جو باش نعملوا ضحكه باش نربحوا معلومه. تمشي اليوم انت لوتيل وما تحط ولادك ولا تحط اخواتك الصغار ولا اليوم باش يعملوا كل ميني كلوب يعملوا كل لي زانيماسيون سي لا دانس دي كانا غادكم كجو هذاك. احنا فرهيده معناها واحد يفرهد علي معناها ولا نحب ولا نمس ولا صحفيين ولا اعلاميين وزملائنا كلهم نحبهم. واليوم انا فما جمله قالها صديق اليوم بالنسبه لي انا هذيك اخدم على روحك وكهو معناها ودنيك مسكرين واخدم واصل وزيد معناها باش ثقافه البوز وثقافه اجا نتعارك وليه ما ثقافه نعطيني اليوم شنو نعطي لميمه العياري انا شنو نجم نضيف لها كمنتج نضيف لها من غير ما نخمم. وكنت استنى سامحني وليد كنت تستنى في النقد هذا كنت في بالك اليوم انا كي باش نجيب فاطمه برتقيس ولا ساوس المصمودي وميمه بن حفصيه فما ناس باش يلوموا عليا فما نقد باش يجيني كنت حاضر الحقيقه والله ليه اما استنسنا معناها اليوم استنسنا الحقيقه معناها في الموند اللي عايشينه اليوم استنسنا الحالات اللي انا نعتبرهم حالات شاذه الحقيقه معناها خاطر كان انت هذي التليفون وسالتني راني جاوبتك اسهل من انك انت تهبط ستاتيو ولا تعمل بوليميك على حكايه فارغه معناها حكايه بالحقيقه ما تستحقش انه اليوم التونسي يعاني من الكورونا ويعاني من كذا. راني وصلت لك انا قلت لك راني اليوم نحبوا نربحوا التونسي اليوم نحبوا اليوم من الاخر نعطيه سؤالات سهلين نحبوا يربح تو سامبلومون. كنت جاوبتك ماني لا باش نفك لك بلاصتك لا حاجتي باش نفك بلاصت حتى حد ولا هما جايين لهنا باش يفكوا بلاصت حتى حد. فما مقوله بالنسبه لي انا واختم بها بربي وميمه الموضوع هذا لا تكن مغرورا فتندم ولا تكن واثقا فتصدم. معناها اليوم الثقه في يد ربي بالنسبه لي انا بالنسبه لي المحبه نتاع زملائي والمحبه نتاع الراديو والمحبه نتاع النجاح حتى كان ما نخلقلوش هذاك هو الاوبجيكتيف. معناها اخدم ما تضر حد ما حاول ما تعملش لا تليفون لا راديو بوبيل اعطي حاجه هاتفه. حاول قول انا كيفاش نخدم البرنامج هذايا شنو باش نضيف للمجتمع شنو باش نعطيه انا المجتمع. وموا انا اليوم بقول كيفاش نخدم باش نعطي اوموا ان كادو اليوم التوانسه مستحقين تو سامبلومون. واضح وليد. دونك نفكركم ان شاء الله بالتوفيق ليك وليد وليكيب اللي معاك. نهار عايشك نهار اثنين الجاي. انا معيت لك كان سندريلا راهو ميمه لا غالب. قول لي سندريلا خلينا نتفكر رفمه نسلب عليهم الكل ليكيب الكل واحد واحد. نمشيو توا للبرنامج الثاني اللي باش يكون على قناه بلا تي في ساغول اللي عرفناه في قناه نسمه وكان ناشطو محمد خميس نحيوه برشا. اسمعنا اللي المناشط تبدل واللي محمد الخميسي من مناشط ومقدم البرنامج ولا معد والمناشطة اللي باش تكون حاضرة ولا مقدمة سامحوني مقدمة البرنامج تكون مريم الدباغ.
ده اول حاجه انا كان لي معناها جلسه عمل مع سيمرون راتيل اللي هو المؤسس باي تي في اللي انا اقنعني بحاجه خلتني نكون نحاول اني انا نعاون هما في القناه هذه انه اليوم الذي يحب يخدم للمرأة التونسية حقيقة. اليوم نقولوا المرأة التونسية نقولوا المرأة الأم المدرسة كل شيء بالنسبة لنا لفام هي الدنيا الكل من الأخر معناها بلاش أمهاتنا ما كنا حتى شيء وبلاش أمهاتنا ما نسوا حتى شيء. تحية للنساء الكل شخير من الكلام هذا يا وليد ربحت طول للنساء الكل حقيقة بلاش الأم ما يكذب عليك راو معناها ما نش نوصل للزوجة ولا للأخت ولا شو بدالك بالأم أنا الأم هي الدنيا الكل معناها الأم هي المدرسة هي الحنينة هي اللي كي تمرض حتى كي تعيط نجم أنت تعيط مع مرتك غدوة تعيط عليها تطلق أما ليه معناها ديما دونك لفام هي الدنيا الكل دونك ربي فضل حب اليوم يعطي كما نقولوا احنا يوجه الكاميرا للمرأة التونسية أنا عجبني التوجه نتاعو وحاولت قدر المستطاع اني نعاون معناها حتى بالنصيحه ولا حتى بالافكار. هي اقترح علي حكايه انه ياخذ برنامج تارول اللي هو كانت تجربه مع محمد خميسي صديقنا نوجه له تحيه كبيره بالنسبه لي اسباب معناها خارجه نطاقنا توقف البرنامج في نسبه معناها بون خدمنا شطار سيزون. شنو هي الاسباب؟ اسباب ماديه؟ والله شوف مخلطة جات كورونا وماك تعرف الأزمة الصحية بتاع البلاد وفلوس الخدمة في الكهرباء ما خذاش حظه كما يلزم وليد في قناة نسمة في وقت غالط يمكن الوقت اللي خدمنا فيه البرنامج بتاتر غالط معناها كنا النجم ونستناه بعد ما بعد الكورونا خاطر في الكورونا الحقيقة تعرف وميمة انت بنت الدومان وتعرف اللي بيجي تنقص تعرف اللي الوضع يأثر بالطبيعة صحيح حتى اللي زانفيتي ما يحبوش يجي ويخاف ويقول لك انا في كهرباء وراي انجينير صون تعرف اللي لا سيتياسيون معناها كنت شوف كيفاش التصوير نتاعو راه الناس حتى تعرف راهو فما انجينير صون يضرب بالسته سوايع راكب في المال نتاع الكهرباء بالماتريال نتاعو كاميراوات قدامهم واللوميير تضرب تخانه معناها ما فهمت دونك حتى اللي زانفيتي يلقوا احراج منهم يتقلقوا صحيح دونك اقترح مروان انه ياخذ البرنامج هذا تم الاتفاق بين الاطراف الكل وما معناش حتى مشكله اقترح انه تكون مريم الدباخ هي المنشطه انا ما نشوفش حتى مانع انه تكون مريم الدباخ المنشطه خاطر مريم عندها حاجه بالنسبه لي انا تنجح البرنامج هذا هي كنت قربيه عن مريم الحاجات اللي مريم ما تخوفكم مين كمنتج تقول يمشيش التوانسه ما يقبلوهاش ما يتقبلوهاش ما نعرفش والله شو نسبة ما فما حتى ما فما حتى بروجي شريف بقى اليوم احنا ما فما حتى شيء مازال ما فما حتى شيء مازال سير معناها ما فما حتى شيء رسمي معناها يعني لليوم مش رسمي مريم دباغ هي المنشطه مازال توا احنا مازال ما فما حتى كونفيرما حتى شيء بالنسبه لي انا كأنا حتى محمد خميسي ماهوش في الاعداد محمد خميسي هو في الانتاج معايا دونك دونك خميسي معايا في الانتاج دونك بور لانستون سي فري فما وعود ريناهم كونكريتمون مع نجوم كبار ياسر مايا ديب وليد توفيق اللي هو دونك نجوم كبيره ياسر وسنين كبيره تبقى اليوم مع الازمه الصحيه ومع الوضع اللي فما ما نجم نقول لك ما فما كونفيرماسيون حتى شيء وشكون خرجها الحكايه وليد اليوم نشوفوا في صفحات اللي يحكيوا على الاعلام مايا دياب وليد توفيق الاتصالات موجوده معناها اداره القناه بعلاقاتهم الحقيقه معناها قاعدين يقدموا بالقدام مي تعرف الوضع الصحي توا اميمه والسياسيون تاع البلاد والازمه اللي نعيشوها اليوم تخلي الناس الكل تخاف اليوم شويه دونك هذيك علاش اليوم شويه تردد تنجم نحكيو على الجمعه هذه تصويرته ونجم نحكيو على الشهر الجاي تصوير مي لا كونفيرماسيون سويت للوضعيه الصحيه نتاع البلاد ويت للوضعيه زاد الوضع العام تاع البلاد اليوم بالطبيعه ما ننكروش اليوم ناس خايفه اليوم ناس خايفه معناها ما
ما نعرفوش تونس وين. واليوم مش سهل انه فنان عربي يجي كل تونس حبينا ولا كرهنا. احنا كان تصوير لو 25 نعرف اللي معناه الناس ولا كيفاش لو 25 دونك وخرنا اليوم زاد كيف دونك اللي انا نعرفه اللي الاتصالات موجوده بقى لا كونفيرماسيون ما نجمش انا اليوم من ما تنجمش تاكد ولا تنفي المعلومه بالطبيعه شيء نخلي اداره قناه هي اللي وقت اللي يكون فما كونكريتمون معناها اتفاق رسمي مبرم بين النجوم هذوما ما تعرف مش كلام معناها ديوا افيك دي كونترا بيان ديتيرميني فوالا. وانا باش نسالك وليد انت سامحني انت منتج وكي نقولوا منتج نقولوا فلوس هل النجوم الكبار مش يجيوا على خاطر العلاقات ولا فما مقابل مادي؟ والله اللي في بالي بيه على خاطر العلاقات معناها اليوم انا اكتشفت اللي معناها مؤسسين تاع دايتي عندهم علاقات يحبوهم برشا نجوم دونك وافقوا انهم يعطيوا الكود بوس هذاك للقناه وانهم يكونوا موجودين في برامجها معناها مش حتى في برنامج سارو البركه معناها برامج اللي قاعدين يقترحوا فيهم كل عندهم الاكسي للنجوم في العالم العربي اللي اليوم راهو تونس محتاجه الحقيقه وما يلزمنا نحكيوها. وانت ظهرت في ستار تايم كان معك برشا العديد من النجوم وكنت سباقه يكونوا موجودين معك وحاورتهم الحقيقه لازمنا نتعديوا البالي هذاك معناها العالم العربي يزينا من التقوقع بالطبيعة. وإحنا نحبوهم وما يحبونا حتى الناس اللي يتابعوا فينا يحبوا يسمعوا أخبارهم ويسمعوا حتى جديدهم ويسمعوهم يحكيوا مع التوينسة ويحبوا تونس ويحبوا كارتاج وعندك اليوم وأكبر دليل اللي كل فنان عربي يبدأ مع بكمبلي معنى المهرجان إن شاء الله بالتسهيل وليد. يعني نفهم منك البرنامج اليوم ستاند باي على خاطر الكورونا. اليوم البرنامج مش البرنامج ستاند باي، البرنامج كل شيء حاضر تكنيك ما حاضرين الاعداد حاضر. تبقى اليوم ديما مازلنا مربوطين بالضيوف. اليوم نحكيو على وضع صحي يخوف ونحكيو على وضع في البلاد مازلنا ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر وان شاء الله الغمه تتنحى ويجيو بحذانا الضيوف الكل وترجع تونس كما كانت قبل. امين يا رب. وعك معناها ببين تلفزنا وراديواتنا ومهرجاناتنا تتحل ونرجعوا تونس اللي كانت وما زالت سباقة لاستضافة النجوم هذوما وكانت الحقيقة كانت يكون منبر لهم. راهو فما عديد من الأسماء تونس كانت نجيب الخطاب يرحمه استدعى برشا. صحيح نجيب الخطاب كان من العباد اللي طلع نجوم جورج واسوف مع فتاز من غدوة تقاستار. صحيح كلامك صحيح. إن شاء الله يا ربي هذا اللي نحبوه. إن شاء الله الدنيا ترجع لبيس وترجع تونس خير حتى من اللي كانت. سمعت اللي فما مسلسل زي ده قاعدة تحضر فيه، مسلسل عربي بين تونس ولبنان. والله أميمة هذي بون هذي توا موضوع قاعدين نخدموا عليه سيفري دونك نحبوا نخدموا ان شاء الله ربي سهل معناها كل شيء بالتسهيل في الحياه. مي احنا عازمين الحقيقه عازمين خاطر انا اليوم فما شخصيات مانيش نحرق ال ماكش باش تقول لنا الممثلين معناها كارني قاعدين فما زوج شخصيات في التاريخ نتاع بلادنا ونتاع شمال افريقيا عندهم اليوم كان عندهم بصمه ابن خلدون حنا بعل في التاريخ مانيش نقول لكم تصور ابن خلدون حبينا احنا باش نبسط لك شوي كانت فما علاقه بين تونس ولبنان معناها اليسا في التاريخ اليسا مال حابين توا ان شاء الله بتضافر الجهود فما شركه انتاج ان شاء الله لبنانيه كبيره قاعدين في نيغوسياسيون معاهم وشركتنا ان شاء الله اللي في تونس نحاولوا نلقاو في صياغه للموضوع خاطر البيجي ماهوش صغير معناها باش تعمل حاجه عمل كبير يعني ضخم سيري هو باش يكون سيري ان شاء الله الجزء الاول خمسه حلقات
دونك قاعدين نقدموا اللي نوعدك بيه ان شاء الله من هنا جمعتين اخرين يكون عندنا كل شيء توضح الرؤيه الكل يكون عندك سكوب لك انت يعطيك الصحه وليد ميرسي بوكو وانا نتمنى لك التوفيق والنجاح وميرسي مره اخرى على كل التوضيحات هذه يعيشك يا أمي ميرسي بوكو خليكم برونشي يا فيم ونحبكم برشا الكل ميرسي وليد زريات دونك كان معنا وليد زريات اللي تسمعوا نهار الاثنين في إلا عبيالة مع مجموعة من لي كرونيكور ولي كرونيكوز كيف كيف إن شاء الله تشوفوا برنامج ساغول على بايا تي في ما نعرفوش لليوم مازلنا مريم دباغي المنشطة وإلا لي ضيوف كما قال كل شيء مازل ما فما حتى حاجة رسمية في الوقت الحالي احنا وصلنا لآخر حلقتنا لليوم ميرسي بوكو نشكر يحيى ونور في الإعداد ميرسي وئام ونور في الإخراج فريق الديجيتال، الانترفيو الكل تنجموا تلقاهم على شين يوتيوب.